صالون أطفال مشروع يقوم على خدمة الأطفال من حيث تصفيف الشعر وعمل القصات الجديدة مثل صالونات الحلاقة للرجال أو صالونات التجميل للنساء. ولكن ما يميز هذا المشروع أنه سوف يتم تنفيذه بطريقة تتناسب مع الأطفال وطريقة تفكيرهم وتقديم ما يحبونه لمنع إحساس الطفل بالملل أثناء تواجده في الصالون. اليوم نستضيف معنا السيدة نيلي خليل صاحبة صالون الأطفال اللي افتتحوه جديد صالونك. يسعد صباحك. يسعد صباحك. بالبداية شو اسم الصالون؟ نالي كيدز. نالي كيدز، حلو. طب كيف أجتك الفكرة نالي في إنشاء هذا الصالون؟ أجتني من الأطفال، لما الأطفال بيروحوا مع أهليهم يحلقوا بتغلبوا لما يروحوا، فإحنا هاي الفكرة اتطورت في بالي وحبينا نعمل صالون بخص الأطفال، وكل شيء يعني كل شيء للأطفال بيكون يعني زي عاملين له ديكورات للأطفال، كراسي مشان لما يروحوا يحسوا حالهم إنه هون مرتاحين، هون ما مرتاحين، هون يحلقوا وما يغلبوا أهاليهم. يعني حكينا تحت الهواء أنك درستي تجميل، فهل هذا هو أحد الأهداف اللي أنت فكرتي فيها أنك تروحي تفتحي هذا الصالون؟ هو أنا الهدف عندي أنه للأطفال أنه مشان لما يحلقوا يكونوا مرتاحين. هو أنا درست تجميل للكبار ودرست لحلاقة الأولاد، مشان انه لما الطفل يروح يحلق يكون مرتاح بالحلقه مع اهاليه وما يغلبوا الاهالي ويغلبوا الحلاق. خلينا نحكي تجهيزات وتحضيرات اللي جهزتوها للاطفال، شو اللي بيميز الصالون؟ احنا صالوننا كله بخص الاطفال، من ديكورات ومن كراسي للاطفال، حاطين كراسي للاطفال. المميزات انه حاطين العاب للاطفال مشان لما الولد يحلق ما يحس انه هو الولد زهقان او يقعد يستنى، وهذا بروح بلعب بالالعاب قبل ما اخلص حلاقه للطفل. حلو، يعني بصفي انه الاشي مش ممل للطفل، ده يستنى. حاطين لهم العاب وحاطين لهم يعني اشياء مميزه للطفل مشان انه ما يزهق، لما اقعد احلق يقعد يستنى، بروح بلعب بالالعاب وقبل ما اخلص له الحلقة. هذا بيعني نالي انه انت عندك طولة بال للاطفال. اكيد. طيب مين الداعم لك في هذا المشروع؟ جوزي دعمني من اول المشروع، من بدايته لحد نهاية المشروع. خلينا نحكي عن الزوايا تاعت الصالون. هلا الزوايا كيف احكي لك انه هلا يعني اول ما تدخلي اوصفي لنا الصالون، يعني حاطه فيه الريسبشن، حاطه فيه الكراسي للاطفال، يعني حاطه كرسي للاطفال على شكل سياره، على شكل هيك، حاطين لهم شاشات كمبيوتر قبالهم مشان ما يزهق الطفل لما اقعد احلق له. يعني لقدام شوي بعد شهر شهرين من افتتاح الصالون بدي اعمل جهات للمانيكير والبديكير للوشم للتاتو، يعني لقدام شوي احنا بننزل صفحتنا على الفيسبوك. يبدو انه موسى ابنك بلش يزهق من المكونات. طب كيف بدك انت، يعني فرضا انه الطفل ما قدرت تسيطري عليه، كيف ممكن؟ في بحط له على شاشه النت، بحط له على اشياء بحبها الطفل، بعطيه مصاصه، بلهيب اشياء انه بلتي، يعني مشان انه ما يمل الطفل وهو يحلق. خلينا نحكي الاعمار اللي ممكن تحلقي لهم. يعني انا راح احلق من عمر سنه لعمر 16 سنه. يعني مخصص للاولاد وللبنات. انا اخذت الدوره عند استاذ مؤيد مدير النقابه، هو شجعني ودعمني انه مشان انه ما في زيها موجوده عندنا بالدفع، فهو شجعني ودعمني حكي على المشروع. هو وقف معي بالبدايه على كل خطوه اخطناها ودعمنا فيها للنهايه، استاذ مؤيد مدير النقابه. شو توقعاتك يعني حكينا تحت الهواء انك راح تفتحي المشروع او تفتحي هذا الصالون في نهايه هذا الشهر، شو توقعاتك بالنسبه لاقبال الناس عليك؟ الاقبال الناس انه بيشجعوني، مبسوطين بهالمشروع لانه ما في زيه هذا المشروع، وان شاء الله يعني
بصير يعني إقبال لا انت ما فهمت سؤالي، توقعاتك رح يكون في اقبال؟ يعني هلا انت بتحكي انه توقعاتك بالنسبه للمشروع انه الناس رح تيجي، ولكن على الفعل هل متوقع انه رح يجي هالقد اقبال؟ يعني اكيد ان شاء الله. يعني كمان خلينا نحكي نلي، كنت تحكي انه الاميات مرات بتغلبوا انه ياخذوا اولادهم على صالون للرجال وما بياخذوا راحتهم، ففكره كمان الصالون كانت بانه الام بتكون ماخذه راحتها في مكان. اكيد هلا الام بتاخذ راحتها لما تقعد تحلق للطفل منه، بتشوف ايش الموضه الشعر اللي بدها تحلقها للطفل، الموضه ايش بدها تعمل هذا يعني. وفي عاملين ميزات للام كمان لما تيجي بدها تحلق للطفل، في عاملين احنا لقدام شوي انه اذا بدها تحب تعمل اظافرها منكير وبديكير، فهي بتاخذ وقت بتعمل اظافرها مثلا. اكيد وهذا بيكون الولد بيكون جاهز. وكمان فكره حلوه ديالة، اذا كان عندك بنت وولد فانت بدك تحلقي لهم بنفس المكان، بدل ما تاخذي الولد على مكان والبنت الصغيره على مكان ثاني، فانت بنفس المكان ممكن تحلقي لهم. اكيد. طب عشان موسى ما يزهق ممكن نفرج الناس كيف اكيد كيف فكره انه الصالون رح تكون. اكيد. يلا موسى. الزاوية الثانية عشان تبين. تمام، ايش اليوم بدك تعملي لموسى؟ بدي اعمل له حرقة الحز اللي بحبها. طيب كيف بدك تطوري من القصات المخصصة للأطفال؟ يعني القصات المخصصه للاطفال كيف ممكن بدك تسالي الاهل يعني؟ اكيد، واكيد الطفل له كمان راي لما يكون عمره 10 سنين وحابب يعمل اكيد يعني تساله نساله. يعني زي عمر موسى ممكن تقدر تسيطر عليه، بس ممكن العمر الأصغر ممكن تعرف الأطفال كثير بتحركوا وممكن يغلبوك شوي، كيف ممكن انت حطيت جايبيت لهم كرسي خصوصي للأطفال لعمر صغير، في بيغني وبيعمل هذا يعني، وعلى بحط له على النت يعني مجهزة حالك من كل النواحي. اكيد. حتى الادوات اللي بتستخدميها زي المقص وهيك بتكون مخصصه للاطفال؟ كلها للاطفال. كيف ممكن تطوري الصالون بعد ما تفتحيه نالي؟ كيف ممكن تطوري الصالون بعد ما تفتحيه؟ يعني بدي فيه له اشياء معينه يعني، مش هلا خلينا نحكي اول ما تفتحيه، بعد فتره معينه. هي كانت مفكره انها تفتح بتيكير ومنيكير لقدام الشيء يعني بعد ما افتح يعني شهر شهرين، انه واحنا بننزل على الفيسبوك على موقعنا على النت. يعني في صوره ممكن نشوفها اذا مجهزاها نيفين، صوره واحده اللي هي الكامل او الصوره المتوقعه يعني للصالون. هاي الصورة المتوقعة للصالون نالي، شايفاها على الشاشة؟ أكيد. هدول الزوايا ممكن حاولت أخذ أشياء معينة لسه مش في خلال البناء.
يعني كل الصورة اللي خليتي بس تثبتي شوي نبين عليها الصورة، يعني مبين انه فيها الوان تالا ممكن الاطفال يحبوها، حتى المقاعد للاطفال ممكن كمان يعني حسب الاعمار زي ما حكت نيلي موجودة، وكمان راح يكون في توقع قلتي زي حيكون في يعني حيكون في تلفزيون. راح يكون شاشات نت راح يكون شاشات نت للأطفال، إنه مشان لما أحلقنهم ما يزهق الطفل هو يحلق. طب خلينا نحكي كمان وين موقع الصالون؟ في رام الله بشارع السهل، عمارة الكاثوليك قبل مدرسة الكاثوليك، هناك الطابق السادس. انت الطابق الأول قبل ما تفكري في المشروع كنت سائلة أكثر من حدا إنه هل في صالونات مخصصة للأطفال؟ إيه، عندنا هون صالونات للأطفال مش موجودة. هلا أنا كنت يعني أتابع على النت كيف بالدول برا، في يعني مثل بلبنان في الإمارات هيك، فحبيت الفكرة فحبيت أعملها هون، لأنه هون عندنا مش موجودة. هلا بالنسبة للقصات زي ما حكينا، انت رح تسألي كمان الأهل شو هم حابين أكيد لأطفالهم، خصوصا إذا كان عمرهم طبعا صغير، أكيد بس البيبيات هي الأصل موحد رح تكون، يعني ما في شيء يعني مثل البيبيات في لهم خصوصي، جايبين لهم مكياج خصوصي، تسريح خصوصي، يعني كل شيء بخص برضو البنات، مثل الصبغات خصوصي، ايش صبغات يعني كيف يعني صبغات؟ يعني للخصل للبنات، إذا البنت الصغيرة بتحب تعمل خصلة بشعرها بتعرف. هلا البنات الصبغات الصحية قصدك اللي بتكون الصبغات مؤقتة، الصحية اللي بتكون بس احنا بدناش للبنات نشجع الصغيرة. الناس على صبغات الأطفال، يعني هم بعمر صغير لا تالا. هو انا معك بس تغيير استنى شوي على الجيل الجديد، ما بصير لك بدي اصبغ. هي بتكون مؤقتة مجرد ما انه بتحمم الطفل بتروح هاي الصبغة، صحيح؟ اكيد هي بتقعد يعني لفترة وبتروح. اذا يعني اذا واجهتك انتقادات معينة من الناس كيف ممكن تاخديها بعين الاعتبار؟ بتقبلها يعني باخد بوجهة النظر، بسألهم بإيش يعني إنه معارضين وهيك، وبتقبل الفكرة. هل في إلك شركاء كمان ممكن يكونوا معاكي في الصالون؟ يعني أكيد مش رح تلحقي أنت كتير على الأطفال. إن شاء الله لقدام مش هاي بنفكر بهالموضوع، حاليا إنه أنا لحالي رح أكون موجودة. طب نيلي، يعني إذا في أطفال عندهم مثلا أهليهم عندهم مناسبات وبدهم يعملوا زي تسريحة معينة للطفلة خصوصا للبنت، فهل بتعملي هذا الإشي ولا فقط بتقص الشعر؟ لا أكيد تسريح للبنات الصغار وجدلات وكل شيء موجود بالصالون. تجلجلي له تسوي له جل لشعراته لموسى ولا بدون جل؟ بدون جل. نعيما نعيما نتيجة نعيما يا موسى. يعني شكرا لك يا نيلي، شكرا لكم استضفتوني وبتشكركم شكرا لك، واكيد بنتمنى لك التوفيق نالي في هذا الصالون، وان شاء الله يكون في عندك اقبال عليه ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا. ننتقل لمشاهدينا لفاصل وبعدها مكملين، ابقوا معنا.